النمط الغذائي المتبع، لانه صرنا بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاو العديد والكثير من الخلطات، يقول لك استعملوا وصفوا كل ما هو لونه اخضر من كرافس معدنه صغيره، كاين اللي يقول لك تفادوا بعض من المأكولات وركزوا على جانب اكبر من 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 بعض المكسرات وبعض من المأكولات. تفي بالغرض، فيها فوائد. كاع واش راك تحكي عنده جزء صغير من الحقيقه. المشكل وين؟ عندنا حالتين، حاله المراهقات ما تحكمش فيهم، مراهقات تسمع لك والله الا تبيك تاكل ساندويتش برا اخر هما واش تاكل في الدار. الحاله الثانيه ماديات يا لطفي، اسكو الناس كاع سو بيرميت يديروا ريجيم اللي تحكي عليه؟ صح، من كاين الماديات عباك. المشكل احنا في بلادنا نلغيو الجانب المادي. ما نقول لك انا فحص مبكر، بعد انا فحص مبكر بعد لك ايكو ماموغرافي مليون ما ديروش، ما تروحش ديرو. صح.